يعاني بعض من الأشخاص من صعوبات في التواصل بينهم وبين زملائهم في العمل، مما يجعلهم غير قادرين على إتمام أعمالهم بطريقة صحيحة، عدا عن المشاكل التي قد تحدث داخل المنشأة والتي قد تسبب في حدوث العديد من الإعاقات لسير العمل. التفهم هو أن نحن نعرف شو الباعث من خلف سلوك الناس ونحط نفسنا مكانهم ونتعاطف معهم، وعلى ضوء هذا تكون ردود أفعالنا. إذا نحن تفهمنا الطرف الثاني وعرفنا شو السبب سلوكه هذا، تعاطفنا معه، ردود أفعالنا بكل الأحوال تكون إيجابية. يكون التفهم مع الأشخاص اللي هم غير متفهمين أن نحن أول شيء نستشعر ليش هم ياسين يقومون بهذا السلوك أو بهذه النقطة. بعد ما عرفنا السبب نشوف النتائج اللي ياسة تطلع، هل هي تأثيرها إيجابي أم سلبي. إذا كان تأثيرها إيجابي نحفز هذا السلوك ونشجعهم عليه ونخليهم يستمرون فيه، أما إذا كان السلوك سلبي نحاول أن نحن نعرف شو الأسباب ونغيرها، لأن الأسباب هي اللي تؤدي إلى النتائج. الشيء الثاني، ما نتسرع في الحكم. التسرع في الحكم يكون مجرد ردة فعل على الباعث اللي ياني. التعامل مع الزملاء مهم جداً، وتوثيق العلاقات معهم بالشكل الأمثل يعتبر من أهم الأمور سواء في أماكن العمل أو في أماكن الدراسة. والعديد من الأشخاص يفتقدون إمكانية التعامل مع زملائهم، مما يؤدي إلى العديد من الإحراجات وإلى ازدياد الأوضاع سوءاً أكثر مما كانت عليه. التفاهم هو قمة في التمسك بحقي أنا وإعطاء الآخرين حقوقهم. أنا لما أتفهم الطرف الثاني وما أتسرع في الحكم عليه، ياس أعطيه مساحة من حقه، في نفس الوقت ياس أعطي نفسي السيطرة على نفسي والسيطرة على المواقف. الشخص المتنازل ما عنده سيطرة، بس الشخص اللي هو متفهم عنده سيطرة على ردود أفعاله، عنده سيطرة على تصرفات الآخرين بحيث أن الطرف الثاني ما يتحكم فيني، وعنده سيطرة على اتخاذ القرار. يجب إظهار الاحترام لآراء الآخرين مهما كانت هذه الآراء، فهذا يساعد على زيادة الثقة بين الزملاء في العمل وعلى زيادة الراحة